رمضان خلص والعيد والعزومات وغيره وغيره داخلين على الصيف. بطبيعة الحال كل سنة الوقت ده الناس كلها بيبقى تركيزها ازاي اخس، ازاي اعمل شيب كويس لجسمي، فناس كتير بتلجأ لحاجات او اساليب مختلفة. خلينا نعرف بالظبط ايه الاساليب الصحية وازاي كمان على مدار السنة نقدر ان احنا نحافظ على جسمنا من غير دايت شاق وفي نفس الوقت نمارس رياضة ونبقى حابين ده، لان الموضوع برضو فيه تحدي او صعوبة شوية. خلينا على كل حال نرحب زي ما كنت بقول في بداية الحلقة ايكون بصراحه دكتور انجي الصلح، خبيره الحركه والرياضه وفي نفس الوقت يعني استاذه في الجماعه. يعني صباح الخير. صباح الخير. بجد انا مبسوطه شخصيا انك معانا، بجد نورتينا. ميرسي قوي 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 على الفرصه دي ان الواحد يتلم ويتكلم على النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي طبعا. هي فرصه أوي. عظيمه لينا ان احنا نلتقي بحضرتك منورانا. ربنا يخليك. احنا بنقر واقع الحقيقه، مفيش اي مجامله. حضرتك من قديم الازل دايما طول عمرك ايقونه للجمال وللشباب المتجدد. واكيد دي برضو من ضمن التفاصيل اللي عايزين نعرف اسرارها من حضرتك، بس لما يعني نوصل دي كلها لما نوصل يعني ما تيسر كده. احنا الحقيقه عندنا يعني دايما الفقره دي بتكون مهمه لكل الناس، لان كل واحد وظروفه، في اللي عايز يفقد وزن، في اللي عايز زي حالاتي يكسب وزن، في ناس بتروح تمارس رياضه عشان تكتسب كتله عضليه وما بيحصلش. يعني في عندنا انماط مختلفه للاجسام، فبرضه من ضمن الحاجات اللي عايزين نتكلم مع حضرتك فيها فكره ان ممكن انا وحد تاني نروح نعمل تمارين معينه هو يكتسب كتله عضليه وانا افقد وزن مثلا، ايه اللي بيخلي الفروقات دي بتحصل؟ طبعا ده كله كومبليكيتد، يعني في حاجات كتيره قوي. وأول حاجة هي إن الواحد لازم يفكر إن يمارس، مش يمارس الرياضة بس يعملها بنفس، ودي أصعب حاجة. من أصعب الحاجات إن الواحد يغير الروتين بتاع حياته أو حياتها ويبتدي يعمل حاجة لنفسه. فعشان كده أكتر حاجة إن أول زقة أول بوش هي دي أصعب حاجة. وبعدين انا بقول في ناس مش ما عندهمش، مش هيبقوا جنب جيم او عندهم استوديو، او يعني المشي طبعا اهم حاجه، وان يبتدوا يمارسوا حاجه اسمها نظام. مش احنا بنتكلم دايما على نظام غذائي، ما فيش غير الناس يكلموا ايه الدايت، وانا ضد الحاجه اسمها دايت. النظام في التمارين بالظبط زي نظام في الاكل. بتبقى حاجه بتمارسها continuously لايف ستايل، يعني مستمر ان ما تقدرش ترجع تبقى حاجه بقى فيك او فيها. يعني عاوزه تعمل حاجه عشان تحس ان في حاجه غلط، خلاص لو ما اكلتش اكل صحي، لو ما رحتش الجيم. بس الديوريشن ده او يعني التوقيت ده اللي هو يخليني خلاص جسمي اخذ او انا حياتي بقت كده، قد ايه؟ شهر اتنين قد ايه؟ ده ياخد شهر او شهرين، بس على اهم حاجه على حسب دي. اللي عايز اللي عاوز حاجه. ما احنا عاوزين دايما بنتكلم على الاكل ونقول احنا عاوزين ناكل. دي حاجة عايزين نخس بس ناكل، يعني بس معادلة. ناكل بس النهاردة عاوزة أكل حاجة. طيب رجعينا بقى دكتورة برضو بعد إذنك لتفصيلة الاختلافات اللي ما بين أنواع الأجسام المختلفة. هو في ثلاث أنواع، في هو لاتينيش اندوموف اكتوموف وميزوموف. ثلاث يعني الميزوموف بيعمل عضل. مهما هي ولا هو عملوا اي حاجه تلاقيه كون عضلة طارق، عندهم يعني جسمهم ماسك يعني. أوكي. وعندهم مشدود وعندهم أوكي. العضل الموجود. اوكي. الاندوموف اللي بتبقى رفيعه وبعدين بتنزل أوكي. على كيرف. اوكي. والاندوموف والاكتوموف بتيت. يعني احنا ثلاث انواع الاجسام عندنا ثلاث انواع. انا مين فيهم يا فندم؟ انت الاول ولا انا؟ لو انا موف اكتموف. انا عندي موف اكتموف. اكتموف عشان لو حد سالني برضه ابقى جاهز بالاجابه بالظبط. يعني ان مش بنعمل عضه بسهوله. اوكي. طب تعالي نمشي واحده واحده. الناس اللي من النوع ده يعملوا ايه عشان يكتسبوا كتله عضليه او عشان يزيدوا في الوزن؟ هو مش على الزياده في الوزن او يعملوا عضلات، ان يواظبوا التمارين، يواسبوا أنواع مختلفة من الرياضة. أوكي. يعني مش يمسكوا على بيلاتس أو يمسكوا على يوغا أو ينوعوا عشان ما حدش يزهق برضو وما يبقاش حاجة بالظبط. والجسم مش بيزهق كمان، ما تنسيش
الجسم بتسحب بعد فتره خلاص ممكن بتسحب. اوكي يمكن مش الواحد مش هيعمل العضل كتير او مش هيتخن كتير بس هيعمل شيب. اوكي يعني العضل هيبقى طويل هيبقى يعني هيبقى فيه باور في الجسم. أوكي. مش هتبقى حاسس بتلقلق او تعبان. أوكي. فده ميزه طبعا ده ميزه ان تقدر تاكل وفي نفس الوقت تعمل تمارين كتير وفي نفس الوقت بتظبط الشيب. الشيب المهم في اي نوعيه من الاجسام الشيب اهم حاجه. يعني مش لازم ابقى ستالون يعني يعني مش للدرجات يعني طيب بالنسبه لبعض الناس مش هقول بس بادي تايب معين بس بالنسبه لبعض الناس يعني ممكن يكونوا بيروحوا جيم فتره ولايف ستايل هيلثي فتره وبعدين نرجع تاني ونبوظ الدنيا وهكذا يعني في السنه مثلا شهرين كده وثلاث اربع شهور لا فدول صعب جدا ان هم يوصلوا للنتيجة يعني أنا منهم بصراحة إزاي يعني إزاي نقدر نتغلب على ده لأن برضو مهما حاولنا مهما كانت في عزيمة حتى لما بنلاقي نتيجة حلوة وننبسط بنرجع تاني في 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 ده الفوكس والكونسنتريشن يعني إذا الواحد ما يكونش عنده الديسيبلين في أي حاجة يعني انت جيتي قاعدين جايين من وقت وقاعدين وبروفيشنال فالمخ على طول بيتأقلم مع الظروف المحيطه الناس لازم يعرفوا ان الحركه في الحياه هي ايه ما احنا اسهل حاجه ان اقعد واقول مش ماليش نفس اتحرك وده بيحصل يعني في نوع كسل او تعبانه يعني من مش بتسمعي كتير انا تعبان ولا مش قادر اتحرك انا الوقت اللي انت تعبان فيه اتحرك فيه اوكي يعني عشان يقتل الاحساس يقتل الاحساس اوكي فاهم ازاي طبعاً. يعني طبعاً. الوقت اللي انت جعانه مش لازم تاكلي كل حاجه حاجه صغيره فده بتتعلم الديسيبلين طب على ذكر الاكل برضو بقينا مؤخرا نسمع عن انواع للريجيمات او للدايت مختلفه زي الكيتو دايت زي الكاربلس زي الكيميكال فالحاجات دي في ناس مقتنعه جدا بيها وبفعاليتها وناس تانية متخوفه جدا ودايما عندهم معلومات كده بيجيبوها من على الانترنت ان لا مثلا الكيتو دايت ده بيضر كذا وكذا وان الكيميكال ده بيضر كذا يعني الناس اتقسمت ما بين مقتنعين ومش مقتنعين الصح ايه ما هو المشكله الانترنت ومش مشكله ان تجوجل على طول طب. اول حاجه تعمليها تجوجل وتقولي ايه ده باين عليه كويس بالظبط او العكس زي التمارين تلاقي زوم مش زوم يعني حاجه على الانترنت وتلاقي عندها عضل وشايله 50,000 مش عارفه ايه ونازله اوبا ونط طب يمكن ده مش هينفعك فاهم الاكل نفس الحاجه اهم حاجه في الاكل اللي انا بشوفها ان الواحد ياكل كل اربع ساعات كميه صغيره اوكي ليه ان بتخلي نفسك مش جعان وفي نفس الوقت بتاكل الكميه اللي انت محتاجاها مش مستني الباور للحركه ومش مستنيه ان تبي هتموتي من الجوع عشان ساعتها ممكن اكل اكتر وجبه باليوم كله اصلا بالزبط. ده بيحصل يعني انت تقدري ما تاكليش حاجه صبحيه وان بوم صح الساعه 6 جوم والى الابد في رمضان كان كده لا الواحد بيبقى صايم بعدين تيجي تقول هاكل لا مش جعان قوي في الوقت الافطار لا اول حاجه يعني اخدت شويه مش عارفه ايه اخدت بلحايه بعد كده طبعا الموضوع بيصعب جامد طبعا يعني بيحصل حاجات غريبه قوي يعني. احنا عموما في مصر وبتهيألي في العالم العربي اكيد برضو يعني ثقافتنا الغذائيه محتاجه تتظبط يعني بالمقارنه بدول ثانيه وحضرتك برضو ادرى مننا بهذا الامر بحكم ان حضرتك عندك يعني في انت ميكس لطيف جدا انجلش وانجليزي بالظبط لبناني انجليزي وبرضو عايشه في مصر بقالك فتره فانت شايفانا فين بالمقارنه بدول الغرب؟ ف
في الحته دي. يعني انا شايفه في مصر من احلى الاكلات حتى في لبنان. يعني انت لما بتاخد عندك ملوخيه عندك باميه عندك فاصوليا يعني كل الاكل غذائي. يعني انت لما انا افكر فيها طبعا مش لازم احط كيلو زبده فيها. يعني انا بقولك على حسب بقى كمان التصنيع البروسيسنج يعني انا بالظبط يعني فاهم ازاي. بس لما تبص في الاكل نفسها الفول مفيد بطبيعه الحياه طبعا. الطعميه مفيده الزيت عادي ما انت على حسب بقى مش هتاخدي الزيت بقى العربيات يعني تتأكدي الكلام ده ليه؟ لا مسار جدل ما بيننا بحاول دايما اقنعها انا بمساله عربيات الفول والطعميه بس هي بتقاومني. لا بس قايلين العربيات بس طبعا الزيت وبعدين طبعا اذا اكلت من الـ من الـ من العربيات ده من احلى الطعم اهو شفتي بقى بس طبعا انا بخاف من الزيت بس ما عشان كده يعني فهمت عليك طبعا يعني ده الحاجه الوحيده. فلما تفكري اي حد في البيت ما انت تقدري تعملي اكله حلوه بغير ما تلازم الاضافات اللي هي الاضافات بتكتب على النفس اصلا وبتتخن مش صحيه. فعشان كده انا بقول لك يعني انا البروجكت الثاني بتاعي ان اعمل كوزين يعني اتعلم مطبخ صحي اللين كويزين. ليه؟ ان ناس كتيره يعني اوريدي ابتديت فده من احلى الحاجه ان انت تطبخ لنفسك كمان وهنا ابتدت اكتر يعني الواحد بقى مش طب دكتور انت عايزه اروح معاكي لنقطه مهمه بما ان احنا يعني السنه اللي فاتت شهدنا تغيير شامل في العالم. ما بقاش في جيم في معظم انحاء العالم رجعت في بعض الدول بنسب برضو ساعات معينه فاللايف ستايل بتاع الناس تحديدا الرياضيه اختلف وفي نفس الوقت الناس اللي هي بدات وعايزه تواظب بقى القصه كلها دلوقتي اونلاين وحضرتك بتعملي حاجات زي كده انا عارفه فبرضو ازاي الاقبال عليها وازاي حد برضو لسه بيشاور عقله تشجعيه يعني ازاي نروح ونستفيد يعني انا بشجع الناس قوي 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 يعملوا زوم اونلاين. وان بتبقي انت في مكانك يعني طب فمش لازم في اريحيه يعني اريحيه تعملي سبيس صغير وفي نفس الوقت ده بيجي لك فهمتي عليه لغايه يعني عندك يعني. لغايه عندك دلوقتي المدارس كلها اونلاين صحيح حتى لما نرجع ان شاء الله بعد الكوفيد 19 وكل الحاجات دي هيبقى حاجه دايما الاونلاين هيبقى مستمر. يعني انا ابتديت الزوم ازاي سافرت رحت كنت هنا بدي كلاسات وبعدين اضطريت اسافر ان كان خلاص يعني كانوا قافلين كل المطارات رحت على كندا عامل ايه طبعا انا عندي ناس هنا وعندي ناس طبعا. في سويسرا وعندي ناس يعني عملت ايه زوم طبعا عملت زوم اونلاين وإشان الكوفيد عملت شهرين فري يعني إشان الناس يحسوا ان ايوه كل حاجه لوك داون فاكره كنا كلنا لوك داون كل العالم طبعا. طب الاحساس كان الحاجه الوحيده اللي كنت اقدر اعمل كونتريبيوشن ازاي اعمل كونتريبيوشن كان ان ادي الزوم كلاسز يعني للعالم كنت عندي من كندا كنت عندي من سويسرا كنت عندي من هنا من ايطاليا يعني من العالم بس ازاي التزم يعني انا دلوقتي شخص يمكن بتحجج شويه ان الدنيا زحمه ومش عارف ايه وجبتي لي الجيم في البيت طيب برضو التزم ازاي وانا في البيت ما ممكن الزوم مش هتعرفي انا موجوده بتمرن ولا لا لا يعني هعرف ما ازاي بقى ما هو طبعا انا ممكن اطلع لا ما تنسيش يعني هتتكشفي باختصار هتتكشفي ما فيش فايده مش هتطلعي منها ما تجربيش دي حجج عشان يعني بتحصل لا بصي انا عندي ويب سايت اوكي هو مش اي كلام رايتر الويب سايت angiesolh.com بتخشي على الويب سايت وبتعملي بعد بتبصي لوج ان نيم مانث select your class مش عارف لوجي وبيمنت كريدت كارد بكلام فاضي اوكي بوم خلاص بقى عليك ايميل
ان اللينك هو اللينك كذا وانت يعني خلاص بقيتي ريجستد خلاص يور ريجستد فهمتي علي؟ فانت هتقولي طب ما اجرب اشوف ايه اللي بتعمل ايه ان جي دي. هتبصي هتلاقي هتدخلي هتلاقي حد بيكلمك هاي ازيك وقت اخبارك ايه يعني وهنبتدي بس خدي بالك في الحركة دي كريم ما تعملش ده يعني بوضب الكلاس كأني أنا قدام يعني هيك بتنصحي الناس دلوقتي اللي هم مش عندهم القدرة أو المقدرة سواء المادية أو حتى في الوقت أو مثلا في لوك داون في البلد بتاعتهم إن هم يروحوا لأي زوم ميتينج أونلاين أو أي تدريبات أونلاين دي أفضل حاجة ليهم يعني اختار اللي أنت عايزه لأي حد يعني أنا دلوقتي في مصر أوكي بعمل زوم وعندي ناس في الزمالك وقطامية وأنا في نيو جيزة ما هيجوا احنا عملنا اعلانات قد كده دلوقتي نطلع فاصل بقى طلبها كده أيوة. طلبها كده نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك مره ثانيه اتفضل يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه عوده لعشرة صبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده وضيفتنا العزيزه الجميله اللي منورانا دكتوره انجي الصلحي واللي طبعا لسه عندنا ملفات كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيها بالزبط. نبتدي من فين بقى بعد العودة؟ نبدأ من الأكلات المفيدة يعني وإيه التيبس اللي حضرتك تديها لنا سواء حاجات تتشرب أو حاجات تتاكل تساعد على الباور تدي باور للبني آدم وفي نفس الوقت ما تخنيش أو حاجات تحرق دهون تساعد على حرق دهون فأكيد حضرتك تعرفي يعني أكثر. طبعا بخاف أتقل على كده الناس هيحسوا ما لازم أكل ده مش لازم أكل ده لا يعني إحنا بندي تيبس بقول على إن جنرال الأكل أنا اللي بشوف كل أربع ساعات زي ما أنا كنت قلت أوكي. لكم سواء بروتين وإذا حد عنده weight problem يشد شوية من الكربوهيدرات طبعا العيش العيش كارثة يعني هو مش كارثة من أحلى الحاجات هو ما ينفعش نستغنى عنها بس يعني هو لازم في الأول يعني يبقى فيه withdrawal شوية يعني أنت عارفة زي صحيح. القهوة زي الشاي ال- ال- الواحد بيشرب أعراض انسحاب العيش ما أنا بقول نفس الحاجة الدخان ما لحقش نفس الحاجة يعني أنا بشوف أكلات بتبقى نفس الحاجة أدكت طبعا صحيح فيها إدمان إزاي بيبقى فيه withdrawal في ناس مثلا مدمنه شوكولاته يعني دي اهم حاجه انت عارفه لازم تبصي من ناحيه يعني مش ساعات بيسالوكي طب لما اسالك ايه نفسك تاكلي اذا جعانه ايه هي اول حاجه تيجي همبرجر كريم عربيه الفول اللي كنت بكلم حضرتك عليها من شويه ما خبيش عليكي حضرتك مش غريبه نعم هتلف تقول طب انجي انت نفسك في ايه بوم ايه ده ولا حاجه فعلا مفيش اي تفضيل لصنف معين عشان من كتر ما انا عندي فوكس في حاجات تانية ما عنديش الفوكس نفسي في حاجه يعني you don't crave يعني نفسك ما بتجيبكيش لاي حاجه يعني it's very sad يعني بس يعني زي القهوه اقدر اشرب شهر وشهرين قهوه وان خلاص ما فيش قهوه اوكي دي سيطرة على النفس صعبة هو يعني الديسيبلين انا يعني انا باليرينا اوكي واسال اي حد اللي في المهنه الباليه بنشتغل عندنا فوكس جامد طبعا مش بقول على الفنانين في حاجات تانية انا مش قصدي ممثل نفس الحاجه الباليه انا بس بتكلم طبعا. على حتتي طبعا فالباليه بتخليك تبقى بروفيشنال ومن سن صغير وعارف بتعمل ايه يعني طب. لا ونمط حياه إيه؟ ثابت ومحافظ عليه طول العمر ونظام غذائي ما بيتغيرش الناس طبعا بيملوا لما بيقعدوا بيفتكروا انا بعمل ريجيم انا ما عملتش ريجيم في حياتي ابدا اوكي ما احتجتيش تعملي ده مش بس كده انا اديت حاجه اقول لك لازم تعملي ريجيم لا انا اقدر اقول لك شيلي شويه من كذا او جربي كذا بتقولي ان احنا ناكل عادي بس ناكل بورشنز قليله بورشن الصغير يعني مش لازم يعني زي بيفيه مش بتبص تروح البيفيه تلاقي تملى الطبق طب ليه ما اقدر اروح خمس مرات كل شويه اخد حاجه صنف
على الخامس مرة أكون بقى خلاص شبعت. ده المفروض. المفروض. مش هروح هناك بقى. برضو أكيد من ضمن الأسئلة اللي بطبيعة الحال بتتسأل لحضرتك كتير فكرة الحفاظ على الحيوية وعلى الطاقة وعلى الشباب المتجدد. يعني إحنا برضو من ضمن الحكاية اللي ليها علاقة بهويتنا في العالم العربي، إحنا بعد مرحلة سنية معينة حتى بيننا وبين نفسنا، طبعا مش كل الناس كده بس يعني شريحة كبيرة من الناس خلاص بقى ده احساس علينا. ايوه والله الكلام اللي بنسمعه من اهالينا ان خلاص بقى وهم يعني. في صحتي والعظمه كبرت وتسمعي شويه اكسبريشنز كده يا كريم بقى نقعد نوقوق. لا ما في ناس بتوقوق فعلا. انا من الناس دي على فكره. لسه ده انا بوقوق لها كل يوم. كريم في الفورتيز كريم اربعينات اما تبقى اي حاجه مش على هوايه اقول لها انا سني مش بتاع الكلام ده خلاص بسحب نفسي. لا لا فبعيدا عن الهزار ده توجه دي تندنسي عند ناس معينه طبعا. فالناس دي المفروض يغيروا ايه في طريقه تفكيرهم قبل حتى نمط حياتهم؟ لازم يغيروا من جوه. يعني انت عارف لما تبص على الحياه حلوه في حاجات حلوه بس اذا تبص عليها وتلاقي حاجه نيجاتيف ما هتضطر تبص وتبقى نيجاتيف في تفكيرك. فانا عندي حاجه اسمها باور اوف بوزيتيفيتي. طب انا جايه دلوقتي اقعد معاكم صح؟ طيب احنا عاوزين الـ power of positivity عاوزين قوة الإيجابية يعني. الإيجابية طاقة الإيجابية. ليه أجي أقول لك يا كريم ده وأنا جاية الزحمة كانت مش عارفة وقع علينا وقعد مش هنخلص صح. وده ده موجود وده موجود بس انت بتركز يعني ده صعب يعني تقدري تغيري طريقه شخصيتك. لا سهل على فكره في ناس بتعمل مديتيشن. انا بلاقيها صعبه بصراحه. بصي المديتيشن اذا انا اسمع شويه مزيكا وقاعده اوكي ومزيكا بمزاجي ده مديتيشن مش لازم اقعد اعمل مديتيشن. فهمتي علي على ذكر لبنان انا فيروز بتعملي المديتيشن حقيقي يعني شفت. طبعا يعني قعدنا كده واحنا بنتكلم ده نوع من المديتيشن عشان بنفكر في حاجه حلوه بنفكر طب ازاي انا ادي ايه حب للحركه حب للغذاء يعني بالمظبوط للناس. ما هو نفس الحاجه ما في حد هيبص هيقول هي طبعا انجي الصالحه دي بتتحرك بتعمل يعني ما يقدر ياخدوها بالنيجاتيفيتي بس يعني على حسب الشخصيه بقى بتاعت انا عاوزه يعني عشان كده لما اهم حاجه ليا لما انا بدي كلاس او في جامعه ولا اهم حاجه اللي قدامي المهم ازاي اطلع الحاجات الايجابيه. انا بتفق مع حضرتك فعلا. هو برضو الموضوع ديسيجن يعني انا سريعا هحكي لحضرتك حاجه. انا كانت واحده صاحبتي تخينه جدا يعني فعلا اوفر ويت وهي جت مره قالت لي انا هي خس بركه جدا فقلت لها ازاي عملتي ده؟ قالت لي انا كان طول حياتي عايشه عماله اقول انا عايزه اخس انا عايزه اخس مره كده قعدت قلت انا مش هفضل اقول انا بتمنى اخس. قالت انا هخس مش انا عايزه انا هخس وفعلا البنت خست من غير عمليات. ف اتس ا ديسيجن وحاجه لازم تبدا من المينتاليتي ان انا اصل ده موجود وده موجود انا بركز على ايه هو ده اللي هيخلي حياتي بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا يعني انا متفقه مع حضرتك جدا. لا وصح وفي ايام بنصحى نيجاتيف يعني بص احنا عايشين في وقت قلق في ضغوطات كتيره حاجات كتيره قوي طبعا. يعني البلد تحفه يعني في كل حاجه الحمد لله صحيح. بس جت الكورونا فوزام دكتوره انجي عشان احنا الوقت بتاعنا للاسف الشديد خلص. احنا عايزين نستاذنك ان شاء الله لو اجلتي سفرك تجي لنا مره ثانيه او بعد العوده ان شاء الله ترجعي بالسلامه. ميرسي قوي يا كريم كانت فقره جميله قوي على ذوقكم وعلى القعده الحلوه دي. واحد نسي ان على التلفزيون ان شاء الله الناس نورت التلفزيون. ميرسي قوي كتر خيرك. ميرسي قوي. احنا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم ثاني فقرات الحواريه في حلقتنا. خليكم معنا اتفضل.